منذ 35 سنة وهو يمتهن مهنة الإسكافي. فاضل الذي أجبره عوقه وغياب المعيل له على العمل ليعين عائلته المكونة من 5 أفراد، لم يجد غير عمل الإسكافي والذي توقف تقريباً، وذلك بسبب غزو المستورد للسوق واكتفاء الناس عن تصليح أحذيتهم أو حقائبهم عنده. والله هاي مهنة صار لي بيها 35 سنة، ما أقدر أشتغل غير شغلة رجال معوق صاحب عائلة 5 نفرات، والحاجة صارت ب5000، ما يجوني غير بس الفقير التعبان، هواي عيشتنا احنا على الشغلة. لو أقدر أشتغل غير شغلة والله من باكر أبطل، أريد ناس تشوف حالنا يعني ساعدونا شوية، أن مساعدة للمعوق خاصة، والله المعوق تعبان بالعراق، أكثر شيء تعبان بالعراق هو المعوق. مهنة الفقراء كما أسماها البعض، حيث لم يعد يقصد الإسكافية غير الفقير، فالسوق يعج بالبضائع المستوردة وبأسعار بسيطة، ودخل البعض أيضا قد زاد إلى أضعاف، وهذا ما يجعل الإسكافية مهددا بانقراض مهنته التي ليس له غيرها. مهنة الإسكافية هي مهنة الفقير، اللي الناس اللي ما عنده محتاجة فقير يعني وين يروح يخيط عند ناس الإسكافية، وهي مهنة هاي قديمة وتراثية، ورغم التطور ورغم الحداثة يعني الناس محتاجين لهاي الشيء، لأن الناس تعبانة وما عنده وين يروح، وين يضطر يجي على الناس الفقراء اللي مثل حالتهم على الإسكافية يخيط له بألف ألفين. صار لي أكثر من 25 سنة، قبل العمل كان أحسن، الشغل أحسن وأقوى، هسه قامت تقل شيئا فشيء، يعني بس الفقير قام يجينا، لأن تدري بالمستورد 5000 10000 تقريبا حاطه يشتريها، يقول لك بدل ما خيطها بألفين بثلاثة، خيطها بألفين بثلاثة وهي ب10000 أو ب5000، صيني غير الصيني، غزة السوق غزة استيراد، هذا الاستيراد يعني هواية، هذا الاستيراد شيء قوي بالعراق، وإحنا ما عدنا غير مثل ما يقول الله وهاي الشغلة، ما عدنا فرص عمل، ما عدنا تعيينات. حقا أن العمل كار لا عار كما يقول المثل، وأن العوق لا يقف عجلة الحياة. فعلى الرغم من تهديد هذه الحرفة بالانقراض، ما زال فاضل يمارسها ويكسب قوت معيشته منها. من صلاح الدين فراس الحسني، الصغير.